السكن لولاية أضرار. مديرية السكن لولاية أضرار المحطة الرابعة والأخيرة من زيارة فريق مديرية السكن إلى بلدية زاوية كنتا مشروع 50 مسكن عمومي إيجاري، حيث تم الوقوف على مدى تقدم الأشغال بالورشة وتقديم توصيات للمقاولة المكلفة بالإنجاز. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار.